السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في قناه حسام حسن سيلفر ستار. النهارده طبعا هعلمكم ازاي تعملوا حزام جلد طبيعي في البيت زي الحزام ده كده بالظبط. بصوا كده الشكل بتاعه كده بتاعه تمام المقاسات. تجيب طبعا التوكه دي انت بتشتريها من عند لو انت من اسكندريه او من مصر او من اي كان فين، الناس بتبيع التوك دي لوحدها، بتبيع الجلد، جلد اللي هو الدباغه، جلد الدباغه. وطبعا الادوات اللي هي بتستخدم في تقطيع الجلد ده طبعا بيبقى نظام بالقدم، بيتقاس بالقدم. هما طبعا بيبقوا عارفين ازاي، يعني الناس اللي هما التجار بتوع الحزمه او بتوع الجلود تقول له انا عايز مثلا 20 قدم 30 قدم الكلام ده زي ما انت ايه بتعوز. وطبعا بتقصروا طبعا الادوات المستخدمه للتقصير ولل بتخلي الشكل طبعا بتاع الحزام بيطلع بالمنظر ده، والتوكه طبعا بتتجاب لوحدها وبتعمل التفصيله بتاعت دي بالظبط. انا طبعا لو كان معايا الادوات كامله كنت عرفتك ازاي بيتعمل بالظبط. انا ده شغلي انا بتعامله على ايديا تمام. دي حاجه هوريك بقى الادوات اللي هي ايه اللي معايا حاليا دلوقتي الموجوده. اهم حاجه خرامه وشاكوش ومقص كده، ثلاث حاجات دول اهو، مقص وشاكوش، شاكوش كده مش الشاكوش العادي، شاكوش كده ده طبعا خاص بالجلود اللي انت بتقدر تحفر بيه وتبحث بيه كده على الجلده بتخلي الشكل بتاع الجلده يطلع ايه. وفي حاجه اسمها ثلاث شوك في بعض، دول مش موجودين معايا حاليا، بس دولت انت بتعمل بيهم رسمه مثلا حوالين الجلد او على اول الاطراف بتاعه الحزام الجلد الطبيعي. واهم طبعا من كل ده المسطره دي. المسطره دي طبعا طولها متر. المسطره دي بتخلي لك الحزام يطلع مسطره زي ما بيقولوا، بتخلي الشكل بتاع الحزام يطلع كويس ومناسب معاك تمام. وطبعا الخرامه دي انت بتحتاجها طبعا ان انت بتخرم بيها اللي هو ايه الحزام، بتخليه بنفس تفصيله المصنع والتشكيله بتاعته بالظبط. الشاكوش طبعا انت بتمسك البتاع اللي هي اللي انا بقول لك عليها اللي هي الشوكه اللي هي ثلاث شوك، في منها اربع شوك خمس شوك، دي طبعا انت بتعمل بيها التفصيله، بتدق واحده واحده كده تمشي معاها واحده واحده، بتدق واحده واحده وتمشي معاها واحده واحده تمام. وتعمل تفصيل اللي هو ايه بتخلي النقشه بتاعت الحزام تمشي معاها واحده واحده كده، ما تدقش مره واحده عشان ما تبوظش الحزام او تبوظ الجلده بتاعتك. وطبعا المقص انت طبعا بتحتاجه ان انت بتقص الجلد الزياده اللي هي البتاع في طبعا انت لما بتيجي بتقص الجلده طبعا انت بتقصها بقطر، في قطر اهم حاجه القطر. القطر طبعا انت بتقص بيه كده وتبقى ماشي بيه واحده واحده، ماشي بيه واحده واحده كده لحد ما ايه ما تخلص بيه المقاس بتاع الحزام اللي انت عايزه اللي هو 2.5 3.5 4.5 تمام. فبتعمل حاجه ثانيه بقى، في كريم بيتحط، كريم كده بيدهن في الظهر بتاع الحزام بحيث ان هو يخلي الرابس اللي بيطلع من الحزام او بيطلع، طبعا انت عارف الجلد الدباغه لما بيجي بيبقى فيه كده من الظهر زي نظام رابس، الرابس طبعا انت لازم بتنيمه بالايه؟ بالكريم. بتخلي الظهر بتاع الحزام بيبقى نفس الطريقه كده، خليه كده ملمسه ناعم. ده اللي بيخلي الحزام يبقى نضيف معاك ويبقى بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا انت بتعمل المقاس اللي انت عايزه، بس الاهم من كل ده ان انت بتعمل الحزام الجلد الطبيعي مقاساته تبقى خاصه. يعني ايه مقاسات خاصه؟ في طبعا ناس هي بتبقى مثلا مليانه، ده طبعا بيبدا مقاسه من 150 وانت طالع اللي هو متر و50 سنتي، في متر و30 سنتي، في متر و40 سنتي، في متر و50، متر و60، متر و70 وهكذا معاك تمام. انت بتعمل بالزيادات ليه؟ عشان تخلي المشروع بتاعك ناجح، بحيث ان انت الزبون لما يجي لك على الحزام ما يفوقش ولا يقول لك انت انا مقاسي مثلا مش متوفر عندك، لا خلي كل المقاسات موجوده عندك بحيث ان كل الحزام او كل المقاسات تكون موجوده عندك بحيث ان الزبون ما يمشيش من عندك من المكان تمام. وطبعا التوك دي بتجيبوها بالاشكال اللي انتوا عايزينها. في الشكل طبعا التوكه دي متهيألي بتعمل حوالي 11 12 جنيه 13 جنيه كده في الرينج ده يعني. في توك بتعمل 25، في توك بتعمل 35 و45
بتوع اللي هي المحمله الديزل اللي طبعا بتاعت الجلود اللي هي القديمه بتاعت جلود زمان. طبعا اغلب الجلود اللي هي الطبيعيه اللي هي الاصليه اللي هي 100% جلد طبيعي طبعا بتبقى الجلد الروسي او الجلد اللي هو الدماغ البصري. طبعا انت خلصت اللون بتاع الجلد اللي انت جايبها بتبقى لونها زي لون الهافان صح كده؟ انت بتجيب معاك الالوان اللي هي مش الالوان زي صبغه، في صبغه لونها بني، في صبغه لونها بني بني فاتح، في صبغه لونها اسود. طبعا انت بتجيب برضو الصبغات بتبقى دي مجهزه قدامك، وبتجيب طبعا العده اللي هو المقص والشاكوش بتاعت النقش تمام، والخرامه والحاجات دي لازم تكون موجوده معاك. ليه بقى؟ ان انت الحاجات دي لما ما هتكون موجوده معاك هتوفر معاك وهتسهل معاك المشروع اللي انت عايز تعمله تمام. وغير كده وكده كمان ان انت لازم اهم من كل ده ان انت تحط في دماغك ان انت عايز تطلع حزام كويس، حزام شيك يليق مع يعني مع الخيال اللي في دماغك. ولازم طبعا توفر له يعني لازم المشروع يكون معاك كامل متكامل، ما ينفعش تكون مثلا جايب حاجه ناقصه وحاجه كده، لا. اهم من كل ده ان انت تكون كل حاجتك كامله، اللي هو زي المقص زي ما قلنا، المقص والقطر والشاكوش والخرامه والكريم والصبغه، كل دي حاجات تبقى متوفره معاك. دي اهم حاجه الحاجات دي تكون متوفره معاك. طبعا الخرامه احنا طبعا قلنا بتعمل ايه؟ الخرامه وظيفتها بتخرم زي خرومات اللي هي المصنع، الحزام المصنع. بص زي ما انت شايف كده تعمل نفس الحوار ده كده، دي كده وظيفه الخرامه. اما طبعا وظيفه التوكه بتتحط من فوق كده وبيكون معاها المسمار بتاعها، المسمار الجاهز. طبعا دي انت بتعملها باخر تفصيله دي بحوالي تبقى 12 سم. البتاع دي ذات نفسها اللي هي بتقفل على التوكه دي 12 سم. بتقصها كده 12 سم بالظبط. بعد كده طبعا بتصبغهم مع بعض. الموضوع سهل على فكره وبسيط، انت ممكن تعمله في البيت ويبقى مشروع معاك ناجح. وتجيب التوكه طبعا زي ما انت شايف كده هتبقى جاهزه، وتركب عليها الحزام، تعمل الخرام بتاعتها. والاهم من كل ده طبعا الصبغه، قبل ما تعمل التوكه تركبها تكون تعمل الصبغه. الصبغه طبعا انت بتعمل الصبغه كده تمام، خلاص خلصت الحزام خلاص كده تمام، سيبه ينشف براحته. خلاص الحزام نشف، عم جاي مركب التوكه بتاعتك ومركب بتاع يوسف يطلع معاك المنظر بالشكل ده تحفه تمام. بس الاهم ان انت قبل ما تعمل الصبغه وكده تعمل الكريم، انا بقول لك عليه عشان ينايم الرابش اللي انا بقول لك تمام. وان شاء الله يا رب تكون استفدت معايا في الفيديو ده، وامر الله كده هعمل لكم، احاول اعمل لكم فكره جديده باذن الله، واحاول اعمل لكم شكل جديد اسمه جديد من محل سيلفر ستار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.